الآن نحن نمر بفترة امتحانات. هذه الامتحانات التي سوف تمتد على مدى أسبوعين، أسبوع بالنسبة لشعبة القانون، القانون العام، القانون الخاص، والأسبوع الثاني اللي هو هذا يخص شعبة الاقتصاد والتدبير، علما أن الكلية تضم أكثر من 25,000 طالب، 25,000 طالب في الإجازة الأساسية في الاقتصاد والتدبير وفي في القانون العام والقانون الخاص، إضافة أيضا إلى إجازات مهنية في الاقتصاد والتدبير وأيضا في القانون كالمالية، الأبناك، التأمينات، المنازعات البنكية، الإعلاميات إلى غير ذلك. أيضا كتوفر الكلية لطلباتها تكوينات في الماستر في القانون العام وفي القانون الخاص وفي التدبير وفي الاقتصاد. الحمد لله اليوم هو آخر يوم من الامتحانات. الامتحانات خلال هاتين الأسبوعين مرت في ظروف عادية، في ظروف سليمة، في ظروف سلسة، بنظرا لتضافر الجهود وتضافر جهود الهيئة التربوية والهيئة الإدارية والتقنية، لكن أيضا لانضباط الطلبة ديالنا اللي كنتمنى لهم التوفيق، علما أن النتائج إن شاء الله سوف تنشر خلال من هنا واحد 10 أيام 15 يوم إن شاء الله. بالنسبة للفضاءات اللي كتوفر عليها الكلية، عندنا خمسة ديال المدرجات، في مدرجات كبيرة، مثلا المدرج رقم واحد فهو يضم 850 مقعد، والمدرجات الأخرى تضم ما بين 600 و450 مقعد، إضافة طبعا إلى قاعات، 35 قاعة، كل قاعه كتضم تقريبا 94 مقعد. وانه تعلمون اننا ما زلنا نعيش حاله طوارئ، ومازال حنا كنسهروا على انه يكون يعني المسافه ما بين الطالب والطالب، وبالتالي فاننا ننسق مع الكليات الاخرى لاننا نتواجد بقطب جامعي، وهذا القطب الجامعي يمتد تبارك الله على واحد 34 هكتار تضم ثلاث كليات، هناك بالاضافه الى هذه كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، هناك ايضا كليه الفنون واللغات والعلوم الانسانيه، وايضا كليه العلوم التطبيقيه. وبطبيعه الحال يتم التنسيق ما بين عمداء هذه الكليات باش كل كليه يمكن لها ان تستغل الفضاءات الاخرى ديال الكليه الثانيه، وبالتالي يعني كنتوفروا على يعني فضاءات وقاعات ومدرجات باش تمر الامتحانات في ظروف تحترم البروتوكول ديال كوفيد.